شركة فاحنا بنرضي جميع بيت الأزواج، كل واحد نفسه في حاجة بنحاول نحققها له. خلاص؟ نستنى. كله تمام ايه؟ تمام. دكتور هو كده الجهاز تم خلص؟ لا يا انا رجعت تاني ان شاء الله؟ ان شاء الله. بص قضية كما شرحت قبل كده، قضية مش قضية جي اس ام او قضية اي تي. القضية ان في تكنولوجي وانت بتحاول تلعبها او تفهمها للناس تحت اي مسمى. يعني كذا بيساوي كذا، لكن الاطار واحد. لكن التنفيذ يجوز للتنفيذ ببعض اليات تختلف عن اليات اللي قبل كده، لكن نفس طريقه التنفيذ، لكن هو نفس الفكر، لكن التنفيذ يجوز يكون مختلف. فانت لو فهمت الفكره تشوف اليات تنفذ بطرق افضل. او برفورمانس افضل، او كواليتي اوف سيرفيس افضل، او بسرعات افضل، او بديلي افضل. او 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 زي ما انت عايز، اتكلم زي ما انت عايز. خلاص؟ Thank you.
خالص كده. الداتا ريتس فور اني سيستم، او في داتا انت عايز تبعتها، في داتا عايز تبعتها، في سام اوف رول كده اهوت بيقول ايه؟ انه بيساوي باندويتس تايمز وات از كولد سبكترم افشنسي. فانا عندي معلومه وعايز ابعتها. المعلومه اللي عايز ابعتها دي هبعتها ازاي وعن طريق ايه؟ ابعتها ازاي وعن طريق ايه؟ فلما ابعتها ازاي وعن طريق ايه؟ هيتحدد انا عامل لها يوتيلايزيشن على السبكترم شكله ايه؟ انا عامل لها يوتيلايزيشن على السبكترم شكله ايه؟ فلما اعمل لها يوتيلايزيشن على السبكترم اعرف اقول سبكترم هاو افيشنتلي ام يوتيلايزنج ماي انفورميشن على السبكترم بتاعي. واحد اثنين، ازاي انا مسقط كميه الداتا دي؟ ازاي مسقط كميه الداتا دي على النتورك اللي احنا بنعرفها السوق البالك اللي انت دخله ده؟ هاو يو ار يوتيلايزنج الباندويث بتاعتك على كميه الداتا اللي انت عايز ترميها اللي هي الفلوس. خلاص؟ قد ايه؟ فده يبقى كميه الداتا ريت اللي هتبقى داخله هتتوقف على شكل الباندويث وهاو يو يوتيلايزنج الباندويث بتاعتك، او بمعنى صح هاو يو يوتيلايزنج السبكترم على الباندويث. بتقسمه ازاي؟ او انت بتستخدم عليه ايه؟ ايه الترمينولوجيز او التكنيك اللي بتستخدم عليه؟ الباندويث بيحددوا الالوكيشن او اللايسنس اللي انت بتاخده. هتقسمه ازاي؟ اثنين، السبكتر افشنسي بيحددوا حاجتين، الاكسسنج تكنيك وما يسمى الموديليشن تكنيك. الاكسسنج تكنيك والموديليشن تكنيك، فدولت هيقولوا لي ازاي انت بتاكسس، بأني تكنولوجي انت بتاكسس، فبتديني افشنسي في يوتيلايزنج السبكترم بتاعي، فاسمه سبكترال افشنسي عن طريق الاكسنت تكنيك. ونوع الموديليشن هاو يو، ان الموديليشن تعريفه هاو يو بستخدمه عشان اعمل بيسمى باندويث افشنسي. خلاص؟ فهاو يوتيلايزنج الموديليشن تكنيك في القصه دي. فده قطر عادي. ده جمله كده اعتراضيه قطر عادي. تقدر تتكلم عليها وتفتح من عليها ايه الدنيا ماشيه ازاي والتطور ماشي ازاي؟ انا عايز اعمل ايه؟ فبالتالي فعلا حصل ان الناس ابتدت تبص في الاتجاهات دي. هدور على اكس تكنيك تاني تديني مور ثروبوت، تديني هاير داتا ريتس لعل وعسى افتح في الكباسيتي. ويجوز ان في تكنيكس ثانيه تعمل لي تديني افشنسي في السبكترم اللي بقى بستخدمه، وتديني اشياء بقى مع استخدام التكنيك دي، حاجات زي ما انا قايل قايلها تحت اللي هي الفيتشرز. فمن ضمن الحاجات اللي قايلها فيتشرز ان انا ايه؟ زي ما بنقول ان انا بقى ايه؟ بالبصر في النظر. انا بس احنا خلاص انت بتكتب ولا بتكتب؟ ده اللي هو اللي هنطلق منه. اللي هو الفوق خالص ده، الفوق خالص كده. انا قعدت اشرح الداتا ريت بيساوي الباندويث تايمز سبكتر افشنسي. فده هيعرفني انا الدنيا عايزه ايه؟ دلوقتي الناس بتتكلم بسرعات عاليه. فعشان اطلع بسرعات عاليه يبقى انا عايز افتح في الباندويتس، لكن انا معايا مشكله في الباندويتس. وعايز احسن في السبكتر افشنسي، فانا عايز ادور على اليات اركز على الحتتين دولت عشان تساعدني ان انا اطلع بالريتس الايه؟ العاليه الايه؟ المنشوده. خلاص؟ فاحنا قلنا ايه؟ عشان اعمل هذا الكلام عشان اطلع بداتا ريتس، فعايز ادور الاول اعمل الوكيشن لبان بعيد مثلا بحيث انه يساعدني اقدر ارمي عليه عدد اليوزرز واطلع بالريت بتاعتي. خلاص؟ طيب عشان اعمل هذا الكلام فقلنا الباند ويتس ده مش بتاعتي، ده اول حاجه باللايسنس. بيديك لايسنس انك انت تحجزه. السؤال بقى فيما بعد هاو يو جونا يوتيلايز الباند ويتس ده؟ ازاي هتعمل اللوكيشن باند ويتس او هتقسم الباند ويتس ده بحيث ان انا اقدر ارمي عليه اكبر قدر ممكن من اليوزرز واطلع بريتس عالي؟ هو ده السؤال. فعشان اعمل هذا الكلام ادور على طرق او اليات تساعدني في هذا الكلام. فمن ضمن الطرق والاليات مين اللي هياكسس على السبكترم ده؟ عدد من اليوزرز. بياكسس ازاي؟ عن طريق تكنولوجي. ففي مين تكنولوجيز بتساعدني ان انا اطلع يوتيلايز السبكترم بتاعي المور افيشنت واي واقدر اكسس عليه عدد كبير من اليوزرز بهاي ريتس.
فمن ضمنها زي ما هناخد المحاضره الجايه اللي هو بيسمى الاورثوجونال فريكوينسي ديفيجن مالتيبل اكسس على الاب لينك والداون لينك، نشوف بيعمل ايه خلاص، وازاي بيعمل الوكيشن، وازاي بيحصل الوكيشن للباندويتس معانا على الايه، على القصه دي خلاص. طيب بالنسبه للسبكتر افشنسي زي ما قلت عشان احقق هاير سبكتر افشنسي، لان كل ما احقق هاير سبكتر افشنسي يعني عكس ده بيسموه ده، فلما ده يزيد ده يقل. فمين الاليات؟ فمن ضمن الاليات عرفونا في الكوميونيكيشن يو جو ثرو وات از كولد باندويتس الموديليشن تكنيك. فالموديليشن تكنيك بيتيح ليا اقبال على اللعبه دي اللي هو باندويتس افشنسي. How you utilizing the bandwidth in an efficient way to throw what is called as much as you can data rates. ده تعريف الباندويث. او بمعنى اصح ان يكون عندي موديليشن تكنيك اقدر اقيسه واعايره بقصه الباندويث افشنسي. بيوفر لي قد ايه في الباندويث، برمي عليه قد ايه في اقل ممكن من باندويث. فالاطار ده هنتكلم عليه. وطبعا حصل بقى ايه؟ ان الموديليشن تكنيكس في الجيل الرابع بقى شغاله باللي بيسمى كوال. والكوام بيها ليفلز ممكن اطلع بقى 64 128 511 وهكذا. كل ما اطلع فوق اطلع بايه؟ بالسمر ريتس. بس في نقطه، كل ما اطلع بالريتس عاليه في مشاكل معندي، فمش العمليه مش مفتوحه، لكن النظريه مفتوحه. النظريه مفتوحه، شانل فيرم قال لي كده مفتوحه. تعمل ما بدل، بس المهم التكنولوجي تتسع. المهم فجينا ابتدينا بقى ايه؟ نعرف تكنولوجي جديده اسمها ال ال تي لونج تيرم ريوشن تكنولوجي. فاللي انا هكلمه النهارده اللي هو الاركتكشر او السيستم نتورك اركتكشر. سيستم نتورك اركتكشر عشان قلت لك الكلمه دي. فبنقول ايه؟ اول حاجه ال تي عباره عن ايه؟ ال تي فولي باكت سويتش. الحمد لله انتوا احنا ايه فاهمين يعني ايه باكت سويتش؟ يعني كل الداتا اللي داخله على شكل باكتس. خلاص؟ طيب. البروفايد سيمليس اهم حاجه ان بتادي ان انا اقدر اعمل كونكتيفيتي على الاي بي. اقدر اعمل كونكتيفيتي على الاي بي. يبقى هي كلها باكتس وبتكونكتس على النتورك بتاعتك ثرو وات از كولد اي بي ادرس. خلاص؟ بين ايه؟ بين حاجتين، بين حاجتين، بين اليوزر بالرقم عنه اند وات از كولد باكت داتا نتورك اللي هي نتورك على شكل ايه؟ باكتس، بتتعامل مع الباكتس. خلاص؟ ده يبقى بالتالي بنسمي القصه دي ان انا عندي نتورك بتتعامل مع الباكتس فبنسميها وات از كولد ايفولف باكت ايفولف سيستم. يعني نتورك حصلها ايفولفنج عن طريق ان انا بعمل اللي بيسمى باكتيزيشن ليه. خلاص ده السيستم. طيب بص بقى كويس. طب يقول لي ايه؟ النتورك دي اللي بتسمى الباكت سويتشنج خلاص يوزز الكونسبت الفكره بتاعتي مبني على كلمه ظريفه قوي اي بي اس فاريانس. فاريانس هنشوف بقى التعريف يعني وات دو اي مين باي فاريانس. فالفاريانس ايه؟ بتساعدني ان انا اعمل راوتنج ليوزر هديله اي بي للترافيك بتاعه بين ايه؟ بين اللي هو بينه وبين الجيت واي بتاع النتورك عشان يقرا ويفهم الباكتس. فبعرف تاني يعني ايه بارير؟ بارير از ان اي بي باكت. اي بي باكت ليها طبعا ايدنتيفاير ليها ادرس بلا شك وليها حته مهمه جدا بتجيب الجيت واي واليوزر اكويبمنت باختصار يو اي يوزر ايكون. فبص الحته دي بقى دي الجديده في ال تي. الجديده في ال تي ان انا عندي ترافيك ماشي عندي ترافيك داخل. فالترافيك على شكل ايه؟ باكيت باكيتس وكل باكيت ليها ايه؟ هيدر خلاص؟ والهيدر ليه اي بي ادرس صح؟ للباكيت والباكيت حاطط فيها الداتا بتاعتي صح؟ شكل الداتا ايه؟ هي دي النقطه. ابتدى بقى يعمل وات از كول ديفايننج لشكل الداتا اللي داخل. يعمل ديفينيشن لشكل الداتا ده، انت بتعمل سيرش شكلها ايه؟ الداتا ايه الابلكيشن؟ الداتا شكلها ايه؟ ويب براوزنج، فويس اوفر اي بي، ايميل داخل تتكلم فويس اوفر اي بي، خلصنا كله اوفر اي بي. خلاص؟ فايه الشكل؟ فابتدى يعرف هي دي النقطة. فابتدى يعرف بيقول لي ايه؟ الايد بروفايد البارير از ان اي بي باكيت فلو هو فلو ترافيك فلو وذ ديفاين كوانتر سيرفيس. او اعرف في الباكيت الكوانتر من الكوانتر سيرفيس اعرف اهميه الشيء اللي داخله. فانا كده بعلي الكوانتر بتاع الايه؟ النتورك بتاعتي. ان انا ابتديت اعمل مور ديفايننج للنتورك ببيتر كوانتر اوف سيرفيس اكوردنج للابلكيشن اللي داخل عندي. بحملها فين؟ في الفلو الاي بي ايه؟ باكت اللي هو الهيدر وفي ايه؟ وجنبه الايه؟ الداتا اللي انا عايزها عندي.
خلاص. يبقى في النهايه بنقول ايه بقى؟ النتورك بتاعتنا اصبحت بقى بتسمى بتديني حاجه اسمها الار بي كونكتيفيتي تو باكيت داتا نتورك فور اكسسنج الانترنت. خلاص ما عادش في حاجه اسمها خلاص، خلاص بقى وانت ماشي تاكسس على النت، على النت بتاعك بتعمل انت ايه اللي انت عايزه. اي حد تتكلم تعمل براوزنج تعمل ما بالك. فده مين؟ فخلاص كله بقى اي بي. خلاص؟ ده جنرال سي. خلاص؟ طيب انا كنت بقى مجموعه من الفيتشرز اللي انا ذكرتها في البدايه اهو. فلما بعمل اللي هي القصه دي بحقق هاير داتا ريتس او انا بلعب بالحته دي بوفر بقى بقلل الديلي. ديلي في ايه؟ ديلي في كل حاجه. ديلي ايه؟ ديلي في ان انا اعمل استابلش الكونكشن زي الفري واي هاند شيك كونكشن. ماشي؟ الكونكشن سريع بسرعه فبعمل سيشن بفتح سيشن سريع عشان الريتس عالي. خلاص؟ فالديلي قليل. خلاص؟ ماشي. او في الترانسميشن لما اجي ترانسميت فيري فاست. ودي ستاندرد بقى ديفاين الديلي قد ايه؟ لكن المهم طبعا هارد داتا ريتس بوفر في الباور. بوفر في الباور ازاي؟ ان انا ببعت اليوزر على كارير. اللي هو في دي ام اي محمل على كارير. فالكارير ببعت الباور فانا بعمل مينيمايزيشن لكميه الباور اللي محتاجها عشان ابعت اليوزر على كارير. خلاص؟ فبيفلكسبل اختار نتورك. يعني ايه؟ يعني نتورك عنده زي ما انت شايف الكلمه بتتكرر كتير اهو. هو عباره عن موبيليتي انكر. انكر يعني ايه؟ خطاف. بقدر اخده واخطف على اي نتورك. اقدر اخطف على اي نتورك بمعنى اي كان انتر كونكت وذ اني نتورك ذات هاف ديفرنت فيتشرز. فيتشرز ايه؟ بتستخدم الجيل التاني، بتستخدم الجيل التالت، فيها فيتشرز عليها مثلا واي ماكس، عليها واي فاي، فاقدر اكون انتر كونكت معايا حاجه من على الايه النتورك ده عن طريق بما يسمى الجيت واي. ماشي؟ طيب وطبعا دي الاهم بقى اللي ليها بما يسمى فلكسبل باندويث. ليه؟ لان انا اصبح عندي ديفرنت داتا فلو وفي ديفرنت بارت اوف سيرفيس. فكل حاجه الظاهر عشان ابعتها ليها بريورتي معينه او ليها كواليتي اوف سيرفيس معينه، فبالتالي بينعكس انا هحجز لها قد ايه. خلاص ده سريع. خلاص فجينا بقى نقول ايه؟ طب شكل الايه؟ الاركتكشر دي الكيبورد باكت سيستم او الان تي اي نتورك اركتكشر. فزي ما انت شايف النتورك بتتقسم لحتتين، حاجه اسمها الكور وانا سبق قلت قبل كده الكور والاكسس نتورك. الكور نتورك اللي هي ايه؟ النودز اللي بتعمل فانكشنز على ايه؟ على الـ على الـ على الـ على اسمه ايه ده؟ على ايه؟ على النتورك بتاعتك هي اللي شغال نتورك. والاكسس اللي هي الحته اللي تحت اللي عند الفيزيكال لينك. الاكسس نتورك اللي هو الاكسس تحت عن الفيزيكال والايه؟ والداتا لينك لينك. الفانكشنز اللي تحت دي هي بما يسمى حاطه اكسس من تحت، لكن تعال المهم فبتتكون من جزئين كور نتورك كور نتورك وحاجه اسمها اكسس نتورك. الكور نتورك بتتكون من عدد من النودز، مجموعه من بما يسمى لوجيكال نودز. خد بالك لوجيكال نودز فيزيكال نودز احنا اشرنا الحته دي قبل كده. فلوجيكال نودز ايه هم؟ مسؤوليتهم از ريسبونسبل فور اوفر اول كنترول. بتعمل كنترول لليوزر او اليوزر اكويبمنت. اند فور اند بص بقى اند استابلشمنت اوف باريرز. ايه هم الباريرز؟ احنا اتفقنا هو عباره عن داتا شكلتها على شكل باكيتس وهحملها على بما يسمى اي بي ادريس. افارم عليك. خلاص؟ فهي بقى بتعمل استابلش ان انا في ترافيك في فلو عايز ايه؟ اعمل استابلش اعمل كنترول. ليه بقى؟ بي هيقول لي بقى لو دخلنا في تفاصيل. خلاص ازاي؟ هو استابلش الكلام ده. لكن فهي بتتكون من خمسه نودز. النود الاولاني اللي هو اسمه الباكيت جيت واي. واضح ان انا عندي ايه؟ كل شغل باكيتس. فانا عايز اطلع من الجيت واي ده زي ما بنشوف الديفينشن ده ايه؟ وعندي حاجه اسمها سيرفنج جيت واي وعندي حاجه اسمها دي انا ذكرتها قبل كده اللي هو بقى قصه الايه؟ الموبيلتي بتاعتي. ازاي ان النتورك تمانج يور موبيليتي. احنا الجي سي ام هنروح لها لكن في الال تي بقى هنشوف قصه الموبيليتي بيعملها ازاي. قصه الموبيليتي انا بخلصها في مجموعه من الفانكشنز اللي هم دول اهو نفس الكلام بتاع الحته اللي بنروح له بيقول ايه؟ بالمره النود دي اسمها موبيليتي مانجمنت هي ايه؟ از كنترول نود. هي نود بتتحكم في عمليه بتعمل كنترول. فايه اللي بعمل ايه؟ بعمل ايه بالكنترول؟ ببعت سيجنال كونفورميشن بعمل بقدر اعمل كنترول على المجموعه من النودز او الانتيتيز او الفانكشنز اللي انا عايز اعمل عليها كنترول.
بتوين اليوزر والكور نتورك. خلاص؟ عشان اعمل كنترول او اعمل سيجنال مين اللي هيقول لي؟ ابعت سيجنال ازاي؟ اقول ريكوست ريسبونس اعمل اوثنتيكيشن اعمل ايه؟ دي كلها سيكونس اوف انستراكشنز ذات ديفاين هاو ذا بروتوكول ويل ورك فور تو انتيتيز تو انتراكت ويتش اذر. فالبروتوكول هنا اللي بيعمل بعض بين الطرفين دول اسمه نون اكسس ستراتيجي بروتوكول. خلاص؟ والبروتوكول ده بقى بيديفاين هاو السيجنال انفورميشن بتشتغل. نفس جي اس ام في مجموعه من الاشياء هقدر اعمل مانجمنت على الحركه بتاعتك اللي هي بنسميها الموبيلتي. فمن ضمن الحاجات تقييم مهمهم اللي انا قلتها هاو تو تراك اليوزر هاو تو بيج اليوزر هاو تو اتاتش اليوزر على النتورك هاو اعمل اكتيفيشن اعمل ري دي اكتيفيشن او اعمل ريجستريشن او اعمل اللي يسمى هاند اوفر. ده فور شور. كل بقى واحده من دولت ليهم سيكونس اوف سيجنالينج انفورميشن او سيجنالينج ستابس البروتوكول اللي اسمه نون اكسس ستراتيجي بيعرفها له هاو تو تراك الكلام ده كله. فده بقى نخش التفاصيل نفس القصه. ده بالنسبه ليه الموبيلتي مانجمنت. بعد كده عندي اللي بيسمى الهوم سبسكرايبر. هوم سبسكرايبر سيرفر. الهوم سبسكرايبر سيرفر هو نفس الفكره بتاعت الهيب. نفس الفكره بتاعت الهيب اول ما تشترك بس بقى ايه؟ بس ايه؟ طب يلا ماشي يبقى واحنا ماشيين الهوم هوم سيرفر هوم سبسكرايبر سيرفر عباره عن ايه؟ كونتينز يوزر سبسكريبشن داتا. بالاخص عندك انت بتسكرايب ليك ايه؟ انفورميشن. طبعا بقى من ضمن الانفورميشن تبتدي بقى تخش انا ذكرتها في جي اس ام وات از كول سيرفيس بروفايل. سيرفيس بروفايل يجي بقى البروفايل عندنا هنا ده في غايه الاهميه. ان انا بقى في الليل في ده انا هشترك بقى مش عارف خدمه كذا وعايز سرعه كذا وعايز تديني خدمه مش عارف الفويب وتديني مش عارف الانستنت مسجنج ومش عارف تشترك في ايه وتشترك في ايه وتعمل شات وما اعرفش اعمل ايه وقصه الفيلم ده كله على بيسمع او احنا الويب براوزنج كل ده وعايز ريتس مش عارف كذا الفيلم ده فيتخزن كله في السيرفيس بروفايل ويتخزن طبعا انا ايه اللي اقدر اعمل له اكسس وايه اللي ما اقدرش اعمل له اكسس. حاجه لو حطيت لها فلوس هعمل لها اكسس حاجه ما حطيتهاش فبتخزن كله طبعا فين؟ في السيرفر ده اسميته سيرفر زي الداتا بيس ما هو كله داتا بيس خلاص. فبالتالي الراجل ده هولز انفورميشن اباوت الباكيت داتا نتورك بحيث ان اليوزر لما عايز يعمل كونكتنج على النتورك بتاعته اللي هي على شكل باكيت. فبالتالي ايه؟ لما اجي اعمل بقى كونكت نفس طريقه 3 جي انا عندي 2 جي 3 جي لما انت عايز تعمل كونكت بتعمل كونكت ازاي؟ على اكسس بوينت على اكسس بوينت بتاكسس على اكسس بوينت فالنتورك تشوفك. نفس القصه اهو بتقول ايه؟ ان it needs in the form of access point names access point names. كل واحد انا مخزنه ليه اسم وليه بما يسمى ايه؟ اي بي اي بي ادرس. فلما الاكسس او اقارن الاي بي ادرس والسيرفيس اللي انا مخزنه عنده واشوف ان انا اقدر اعمل له اتاتشمنت على الاكسس بوينت ولا لا اكوردنج للبروفايل بتاعه. فده انا كاتبه فدي بالظبط زي ما تقول ايه؟ زي في النتورك زي ما انت خدت الدي ان اس اللي هي الدومين نيم سيرفر. فهي سيرفز عدد من النيمز انت مشترك النيم والنيم انت معرفه بايه؟ باد اي بي. فهي بقى دي من عن طريق الهيب فكان هنا حته شبك شويه خلاص في القصه دي اي بي. في نفس الوقت فيها انفورميشن احنا اتفقنا انا عمال بتحرك فانا عايز اعمل لك تراك عايز اعمل لك اتاتش عايز اعمل لك بيجنج فبتحرك. فانا عشان اجي انت تدخل قبل ما اعمل لك اي حاجه انت مين يا جدع انت؟ انت مين؟ قوم سايب مين؟ الاتش اس اس. فات هولز دايناميك انفورميشن. الانفورميشن ايه دايناميك؟ فور الموبيلتي مانجمنت انتيتي تو تراك يوزرز موبيلتي زي اتاتشمنت ريجستريشن واخيرا بلا شك فيها بما يسمى الاوثنتيكيشن بارامترز. لازم توثنتيكيت اليوزرز وايه؟ وتعمل بما يسمى الانكريبشن يوزرز. ده اللي هو الايه؟ الجزء ده. في جزء بقى خامس هو ده اللي هو بما يسمى بوليسي كنترول رول فانكشن. فالبوليسي كنترول رول فانكشن دي نفس القصه زي جي اس ام لكن ما كانت موجوده في الموبايل نتورك سويتشنج اوفيس. فالنتورك سويتشنج اوفيس بيقول لي ازاي احاسب الناس؟ ازاي احاسب الناس؟ ف
فهو بلا شك حاسب الناس بقى هنا ايه؟ انا عندي اليه مختلفه. انا عندي بروفايل، والبروفايل انا عامله ديفينيشن باطار بما يسمى كواليتي اوف سيرفيس. فانا هعرف بقى الكواليتي اوف سيرفيس لما تكون بكذا انا هحاسبك بكذا بناء على تمبلتس عنده. يعني في تمبلتس عنده داخله بناء على الداتا فلو الترافيك اللي داخل. فالتمبلتس دي انا بعرفها بقى التمبلت الفلاني الفلاني لما حد يخش تعرفتها كذا بناء على الكواليتي اوف سيرفيس اللي انا معرفها. خلاص؟ فبالتالي بيقول ايه؟ از ريسبونسبل فور بوليسي كنترول. حط البوليسي. طبعا بلا شك ان انا هاخد ديسيجن. هاخد ديسيجن بناء على الراجل ده داخل عمل ايه؟ ده عمل كذا كذا كذا. از ويل از كنترولينج الفلو البيست تشارجنج فانكشنز. بتتحكم بالفانكشنز اللي هتعمل تشارجنج حساب. هتعمل ايه؟ هتقرا يبقى بتقرا. فبتقرا السيرفيس اللي داخله وعلى اساسها تحط البوليسي وتنفورس البوليسي تعمل انفورسمنت بقى اللي هو بوليسي كنترول انفورسمنت فانكشن اللي موجوده فين؟ في الباكت جيت واي. لان انا عم اكسسنج وات از كولد باكت وذ ان اي بي ادرس. ده بالنسبه لي للجزء ده. يبقى ده الجزء اللي بستعمل بما يسمى في جي اس ان البيلنج. بس البيلنج هنا بطريقه زي ما انا ايه شرحتها. وادي هو نيجي بقى لايه؟ الانتي تي اللي شرحتها نيجي بقى للباكت واي الباكت جيت واي واللي السيرفنج جيت واي. السيرفنج جيت واي انا سمعته قبل كده. سمعته قبل كده طن في اللي هو في حاله الايه 3 جي صح؟ سيرفنج جيت واي واضح ان الجيت واي بعمل عن طريق ما يسمى طنل عشان ابعت حاجه. فيجوز ان الطنل عشان ابعت حاجه ان انا ايه؟ امرر في حاجه من حاجه من حته لحته يبقى هو الايه؟ الممر الجيت واي. او هو في فانكشنز تتيح لي ان انتقل من حاجه لحاجه اخرى. او اعمل من عليه فانكشنز معينه. او افتح من عليه سيشن. اكوردنج بقى ايه؟ الديفينيشن. خد بالك من كلمه تانلنج، التانلنج دي سمعتها كتير في الشبكات. انا افتح تانل. خلاص؟ فاهمني؟ فهو بيعمل ايه؟ ايه الفانكشنز بتاعي؟ لكن انا هنا هو ملخص بقول ايه؟ اهم حاجه الباكيت جيت واي. ده الجيت واي اللي هو التانلنج. الباكيت جيت واي از ريسبونسبل فور ار بي ادرس ابلكيشن. هو اللي بيأساين الـ IP address for user input وهو المسؤول ان يعمل flow charging for يعني هو اللي بيحط rules. هتحاسب ازاي؟ هينفورس الرول a function rule بناء على quality of service profile. هحاسبك ازاي؟ الباكت دي واحد اثنين يعني حاجه مهمه جدا is responsible for filtering down IP user packets اللي جايه من الداون لينك بيقسم ايه اللي جايين؟ كواليتي اوف سيرفيس بطريقه معينه، كواليتي هم عاملين فلتريشن. يقسم الكواليتي اوف سيرفيس ديفايننج فور سيرتن يوزر. ايه طبيعه الخدمه؟ فبيعمل فلتريشن. فبيقسمهم الى ايه؟ مجموعه من يعني سيجمنتنج او ايه المهم؟ المهم ان هو ايه؟ يفرز الباكتس بتوع اليوزرز او الاي بي يوزرز. انتو ديفرنت كواليتي اوف سيرفيس ستريم. ماشي؟ دي اهم حاجه. واخيرا دي مهمة بقى، الباكيت جيت واي هو البوابه اللي يطلع لو انت عايز انتركونكت على حاجه ثانيه. لو عايز انتركونكت على حاجه ثانيه. يعني انا بستخدم ال تي وعايز جاي لي فويس مع جي اس ام فانتركونكت مع الجيت واي. كونكت مع الجيت واي ده اللي هم في جي اس ام. الجي اس ام الجيت واي كان ديفاين انك انت بيطلع من الهوم سيستم بتاعك. الهوم سيستم بتاعك هتطلع بيه من ايه؟ يا اما بتصل بالرقم ارضي يا اما بتتصل بتطلع بره خالص يا اما بتطلع على فيزيتور هوم لوكيشن بتاع انذر ايه؟ بتاع انذر شبكه بالظبط كده بتاع انذر اوبريتور خلاص؟ فهو ده ايه؟ بص بقى الكلمه دي يبقى بيشتغل بما يسمى موبيليتي انكر يعني خطاط بيساعدني ان اخد الخطاط واخطف واروح على الماتش الثاني خلاص؟ ماشي خد بالك انا هدور على ايه؟ على كلمات رفيعه ماشي؟ يبقى دول الديباي اطار عام في تفاصيل بقى بعد تخش التفاصيل. انا بس بوري لك الاطار العام، خلاص؟ نيجي بعد كده بما يسمى سيرفر جيت واي. سيرفر جيت واي شايفين؟ من اهو. اهو. فواضح ان سيرفر جيت واي بياخد من فين؟ من حاجه اسمها الاي نوت بي. الاي نوت بي زي ما هنشوف فيما بعد هو عباره عن البي دي اسات. بس اصبر عليا. خلاص؟ لكن فايه بقى؟ ايه الفانكشن بتاع سيرفر جيت واي؟ الاند يوزر بيبعت خلاص؟ فهو وظيفته بياخد ويعمل بيسموه اوفر
and transfer by serving equipment. يبقى بيعمل ترانسفير للحاجة، سؤال ترانسفير فين؟ يجوز من محطة لمحطة، من نود واحدة للنود التانية، فبيعمل ترانسفير، هو المسؤول عن إيه؟ يعمل ترانسفير للحاجة، ومش بس كده، تروح فين؟ يعمل لها بما يسمى راوتينج انفورميشن. يبقى بقى هنتوع نتكلم بقى، نقعد بقى نتكلم عن راوتينج انفورميشن يا جماعة بتوع الـ SSO، خلاص؟ فهو دي من إيه؟ تفاصيل بقى معلش، لكن هم شغلتهم ان يعمل ترانسفير. فيبقى فانا كاتب بقى ايه؟ بص فقمت كاتب كده يبقى يعمل ايه؟ اللوكال موبيلتي انت يوزز اس لوكال موبيلتي انت. لوكال يعني ايه؟ محلي، مش هطلع بره، لكن موبيلتي انت ايه؟ بيساعدني لو انا في منطقه هنا وعايز اعمل احول اروح لليه؟ للنود اللي هناك. فبيعمل ترانسفير وراوتنج من المكان للمكان اللي عايز يوديه عن طريق الايه؟ سيرفنج جيتوي ده. فبيعمل ايه؟ سيرفز از ا لوكال موبيلتي انكر فور داتا بتوين فور داتا فور داتا بيرز فور داتا بيرز. ده احنا بقى كلمه بيرز ظهرت معانا، هما البيرز هو ات از ان ار بي باكيت فور سيرتن يوزر على شكل ترافيك عايز ابعتها من هنا تروح هناك. فهو بيعمل هاندلنج كده، وبالمره يعني وان يوزرز موفز فروم وان نود بي تو انذر. وهو لما يموفز من وان نوت بي تو انذر يبقى بيعمل ايه؟ بيعمل هاند اوفر. يبقى في بيشكل قصه الهاند اوفر وهاو هاند اوفر دان وات از ذا تكنيك فور هاند اوفر نوع بقى نعيش حياته. خلاص؟ في الحته دي، لكن انا هقول الفانكشن بتاعتي دي واحد اثنين. كمان ايه؟ انا جاي لي ستريم اوف داتا. جاي لي ستريم اوف داتا بيرز. جاي لي ستريم اوف ترافيك فلو. جاي لي ستريم اوف اي باكيت داتا جايالي. خلاص؟ جالي بقى من فين؟ جالي من الايه؟ يجوز من الداون لينك ورايح. فيبقى المفروض الراجل يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه بفر. يعمل بفر للداتا انطل الوقت ايه؟ انا ادور على الراجل اللي عايز ابعته. فانا كاتب ايه؟ It retains information، بتخزن information about the barriers اللي بيمثلوا traffic. When the user equipment is in idle state. ايضا سيت ما بيستقبلش. خلاص؟ وقالت بافرز داون لينك داتا اللي جاي له من النوت وممكن واحد يخش عليه انتل ذا الموبيلتي مانجمنت انتيتي انيشيتس بيج. ما انا عايز ادور عليه عشان ايه؟ ابقى ابعت له ايه؟ ابعت الفلو ده لمين؟ فايه الاول بعمل له بيجي اند بعمل بما يسمى ري استابلش للبري ري استابلش للترافيك. تمام، ده بالنسبة للسيرفنج جيت واي كل هذا الكلام، ده بالنسبة لي بما يسمى الكور ده الجزء اباوت باريرز وعرفت الباريرز. يلا سريعا يا اخوان، الجزء الثاني من النتورك، الجزء الثاني من النتورك اللي هو بما يسمى الاكسس نتورك. الاكسس نتورك الجديد هنا بتاع الداتا. الاكسس نتورك بتاعتنا في جي اس ام كانت عباره عن مجموعه من النوت بتتمثل في المسمى البي تي اسات، والبي تي اسات كلهم مربوطين بما يسمى كنترولر البيس ستيشن كنترولر. في ال ال تي انا مجمع اللعبه كلها في نوت واحده، والنوت دي سماها الاي نوت. فهو بالتالي عنده جروب اوف محطات. خلاص؟ يجوز الاي نوت النوت دي بتتبع مجموعة من الخطوات. يعني يجوز عدد من السيلز حاططها في نود ومسميها نود بي وبتكفر ودد الاسس نتورك بتتكون من نود واحدة بنسميها دي نود. فبنقول ايه؟ النتورك كونسيست اوف عدد طبعا من الاي نودز، كل نود بتكفر سيرتن كفرج اريا. الديفايننج الكفرج اريا بتاعتي قد ايه؟ خدت بالك؟ بتحدد الدايمنشن بتاع السيل. احنا عارفين ان في الاي تي اي السيلز سيرت. فبقى اللي بيسمى فيمتو سيلز. فيمتو سيلز. خلاص؟ فالمهم الكلمه دي بتقول ايه؟ There is no centralized node. ما عادش في centralized node. ايه هو centralized node؟
اشياء شابكه على الكنترول، فده اسمه سنترلايز. فاصبح الاشياء دلوقتي من سنترلايز اصبح حاجه بيسمى ديستريبيوت. خلاص؟ عندي شبكه ديستريبيوت من الجرين نودز وشبكه مع بعض. وشبكه مع بعض. خلاص؟ ليه؟ فما عادش في سنترلايز، فاصبح النتورك از نوت هيراركي. فاكر اول مره ما دخلت لك قلت لك النتورك از فلات؟ فرجعنا تاني اللعبه دي. فلات. بس فلات بطريقه ذكيه. خلاص؟ يبقى النتورك عندي از فلات. وان واي. فلات. بس عملت فلات لفانكشنز لكل فلات. ماشي؟ مش طابق يعني مش واحد يرمي ورا التاني، واحد يرمي ورا التاني، لا كل انتيتيز عنده الديسيجن ميكنج بروسس. خلاص؟ طيب فبنقول ايه؟ الاي نودز ار انتر كونكتد وفي اتش ار وذ اذرز ثرو انترفيس. طبعا زي ما انت عارف ان اي انتيتي او اي صندوق اوصله بصندوق تاني عن طريق حاجه اسمها ايه؟ انترفيس. طبعا احنا مش في حته نقعد نتكلم عن شكل الانترفيس ايه والكلام ده مش خلاص؟ وفي نفس الوقت زي ما انا راسم مجموعه من النودز اهي واصله من على ايه؟ على النت مش الطبيعي. عايز اكونكت على النت، فكونكت مع مين؟ مين اللي بيمانج الحركه بتاعتي؟ مين اللي بيمانج الحركه بتاعتي؟ اللي هو ليه؟ الموبيلتي، وصل الموبيلتي عن طريق ما بيسمى السيرفنج جيت واي. ليه؟ لان هو هيعمل روتنج الداتا من وان اي نود تو انذر. فالمجموعه من الاي نودز واصلين مع بعض وانت كونكتد مع النت بتاعتي من خلال ما بيسمى الموبيلتي مانجمنت انتيتي وبما يسمى السيرفنج جيت واي ان اوردر تو سيرف ماي داتا اي بي باكيتس فروم وان نود تو انذر اي نود بي. خلاص؟ ده بالنسبه للايه؟ الاكسس نتورك. الاكسس نتورك فيها مجموعه كبيره جدا من الفانكشنز بتقوم. مجموعه كبيره من الفانكشنز بتقوم. اهمها اللي هو بما يسمى راديو ريسورس مانجمنت. تعمل مانجمنت للريسورس اللي موجوده تحت. فين؟ على فين؟ على الفيزيكال والداتا لينك لاير. شوف بقى الفانكشنز كلها اللي درستها بتوع النتورك تحت الفيزيكال لاير بيعمل ايه؟ فاهمني؟ واقدر اتحكم فيها. طبعا اهمها دي مهمه جدا. انا عندي باكت ببعته. الباكت فيه لانس. اي ليه لانس؟ والباكت ده اللانس ممكن يمثل لي بضيف له هيدر. فممكن الهيدر ده يمثل لي بيسمى ايه؟ اوفر هيد. صح؟ فنظرا لل ال تي اي is defined or features by what is called low delay يبقى عايز تقلل الديلي اكبر ما يمكن فبتعمل مينيماليزيشن للاوفر هيد اللي في الهيد فبتعمل بما يسمى كومبريسر. من ضمن الفانكشنز اللي موجوده تحت في الفيزيكال لاير في الاكسس نتورك انها بتعمل كومبريشن على الهيد. بتعمل كومبريشن على الهيد. اهمه مع ذلك بقى كل الفانكشنز اللي تسمى تحت عنوان راديو ريسورسز مانجمنت على الفيزيكال لاير بتعمله. في بقى مجموعه فهم كبيره جدا من بما يسمى الكنترول على الداتا بيريرز بتوعي. الجوريزمز لا نهائيه. خلاص؟ ممكن اخد كل واحده واشرح ازاي الالجوريزم على الفيزيكال لاير بتعمل له امبلمنتيشن اكوردنج للفانكشن او وظيفه عشان اعمل بما يسمى مانجمنت للريسورسز بتاعت الراديو بتاعي. يعني كتير قوي. خلاص؟ This is a general overview لمحاضرة كاملة عن what is called LTE network architecture. بص الراجل ده بيسألني بيقول لي إيه؟ يعني الحتة دي عايز أعملها بلان. عايز اعملها بلان وده اللي بعمله بلان ال تي اي بلان 2 ال تي اي بلان 2 فباجي امسح واشوف محتاج كام اي نود بي تو كفر منطقه عايز اغطي ايه الدايمنشن بتاعتها بقى ده في بلان 2 فبقى في بلان وشوف حاجتين عدد النودز ما هو نودز بتعمل كفرج عدد النودز بتردد عليهم عددهم قد ايه؟ والدايمنشن بتاع الباور ترانسميشن مع الاي نود قد ايه؟ ما هو الباور بتمشي قد ايه؟ يتحدد الديستنس بتاعتي. اتفضل. الام ام ام هي السيجمنت اللي بيحصل منها. بتعمل سيجمنت بيحصل بالضبط. تقول لي ازاي ده يتصل بده؟ مفيش يد انا معقولات انا بنقول الوقت ايه؟ في اطراف عايزين يتصلوا ببعض هيتصلوا ازاي؟
اليوزر عايز يتصل بالإنوب. فبيقول له ايه؟ ممكن لو سمحت اول حاجه اليوزر عايز اخش، مين اللي هيشوفه؟ الانت. فتشوفه تعمل له تراك، وبعد كده تعمله بما يسمى ايه؟ اتاتش، صح كده؟ زي ما هتعمله اتاتش. بعد ما تعمل له اتاتشمنت، الحوار اللي هيتم بين اليوزر ويب والنود، الحوار هيتم ازاي؟ فالحوار ده اللي احنا بنسميه سيجنالينج، والسيجنال بعرفه بحاجه اسمها بروتوكول. بيقول لي بقى ازاي؟ زي ما انا اشرت اخدت او كلمتك قبل كده، اول مثلا ريكوست انتظر منه يرد عليا ريسبونس، والريسبونس ده ارد ابص بعته ازاي؟ الفورمات اللي بعتها ازاي؟ اكوردنج بقى للبروتوكول بعرفه ازاي بس. يعني انا ما دخلتش في تفاصيل قوي. لكن انا كاتبها هنا بص اهو جنرال از كنترول مود. Which process the signaling between الايكوبمنت والكور نتورك بتاعتي، كور نتورك خلاص؟ فده بروتوكول رانينج بتوين ده بيسال معرفه بقى، معرفه مشرحه، لما يحصل كذا اعمل كذا، لما يحصل اتاتشمنت يحصل ازاي؟ لما يحصل اكستراكشن يحصل ازاي؟ زي ما احنا في الجي اس ام لو ربنا ايه احيانا. كل واحده من دول ليها فلو اوف سيكونس هاو النتورك انتراكت باليوزر مع النتورك في كل واحده، لكن انا ده الاطار العام خلاص؟ فزي ما انت شايف انا كده اهو خدت ايه؟ اركتكشر. وانا سبق ليا شرحت ليه الاركتكشر بتاع جي اس ام. هرجع تاني اخش فيه بما يسمى الاير انترفيس. انا شرحت لك محاضره بما يسمى الاير انترفيس شانلز، وعمليه الالوكيشن بتتم ازاي للشانلز، وازاي بعمل مابنج للشانلز على الفيزيكال لاير. ده اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. فشرحنا جزئين، جزء بما يسمى ايه؟ الجزء اللي هو بما يسمى ايه؟ الترافيك شانلز، وبما يسمى الكنترول شانلز. نفس الروايه موجوده في ال تي. هيز ديفاين تو بلينز، حاجه اسمها اليوزر بلين وحاجه اسمها الكنترول بلين. وهي ديفاين ا جروب اوف شانلز بستخدمها اعمل بيها رانينج النتورك، او بما يسمى السيجنالينج اللي انا عايز اعمله باستخدام الشانلز. يبقى انا عندي سيجنالز عايز ابعتها، بحملها على ايه؟ على شانل. الشانل دي اسمها ايه؟ اسمها كذا. والسيجنال اللي بحملها على شانل بتعمل كذا بس. نفس الحكايه، هي ديفاين زي ما قلت لك جروب اوف شانلز بيعرف لي اليوزر بلين، ويعرف التاني بما يسمى الكنترول بلين. طبعا اليوزر بلين اللي هي شانلز انها عملها لوكيشن، اللي هو الباند ويث ازاي اعمل له لوكيشن، وازاي اقسمه الكلام ده كله، وشكله ايه، وبعد كده ازاي اعمل اكسسنج عليه باستخدام الاو اف دي ان ايه. يجوز نشوف الحتت دي محاضره، وفي محاضره ثالثه يجوز ويجوز لا، انا ما اعرفش، لكن انا ماشي معاك خلاص. ان انا بتكلم على بيبقى ايه الشانلز اللي هي ايه الترافيك شانلز والبرودكاست، وفي برودكاست شانلز ورقه حسب تعريفها، على بما يسمى اليوزر بلين، وعلى بما يسمى الكنترول خلاص. انتوا درستوا ال تي يا ده؟ درستوا دلوقتي كده ال تي؟ سمعتوا ال تي؟